بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم مناقشة الموازنة في جلسات متتالية، وذلك بعد تأجيلها أمس بسبب عدم اكتمال النصاب لتزامنها مع ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق بشير الجميل. هذه المناقشة تأتي على وقع اعتراضات سياسية وشعبية واسعة اعتبرت أن الموازنة ضرائبية وبلا تقديمات اجتماعية. يستعد مجلس النواب لمناقشة موازنة عام انقضى منه نحو 10 أشهر، متأخرة جلسته تأتي وسط اعتراض عدد من الكتل النيابية التي ترى أن هذه الموازنة لا تتضمن أي استراتيجية أو رؤية وخطة للحل، بل أشبه بكشف حساب. الحقيقة هي مش موازنة، يعني هي مجرد كشف حساب، كأنه اليوم نحن بشركة صغيرة وعاملة آخر السنة نوع من تديع حسابات. الموازنة غير واضحة، فيها أكثر من سعر صرف، لليوم ما بنعرف الدولار الجمركي وين متوجه. اعتراضات سياسية واسعة تقابلها اعتراضات شعبية في الشارع، يرى المحتجون أن هذه الموازنة موازنة ضريبية من دون تقديمات اجتماعية قد تضابة والتعليم، وبلا عدالة ضريبية تصاعدية، ويرون أنها تستهدف الفئات الفقيرة بدل أن تقدم تصورا للحل الاقتصادي. تحاول أن تنهب ما بقي في جيوب اللبنانيين وتشرع للوزراء حق رفع التعريفات والأسعار للخدمات كما حصل بالهاتف عندما ارتفعت الأسعار 6 أضعاف. تقول الحكومة إن إقرار الموازنة ضروري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكنها في المقابل بحسب خبراء الاقتصاد لا تلتزم بطلب الصندوق توحيد سعر صرف الدولار، إضافة إلى غياب الأرقام الدقيقة في الإيرادات والنفقات وتضمنها عجزا بنحو 850 مليون دولار. قد تقر الموازنة في ختام المناقشات الطويلة، لكنها بالنسبة إلى خبراء الاقتصاد لن تخرج البلاد من أزمتها، بل قد تعمقها وتزيد من الأعباء والضغوط على الفئات المسحوقة اقتصاديا. حمد شبارو، العربي، بيروت. ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لأعلى مستوياته منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل 3 سنوات، حيث لامس 38,000 ليرة مقابل الدولار الواحد. ارتفاع الدولار قابله ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، حيث وصل سعر صفيحة البنزين إلى 1,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور. هذا ويعترض خبراء، أو 100,000 ليرة لبنانية، هذا ويعترض خبراء اقتصاد على الموازنة التي يناقشها مجلس النواب، لأنها تعتمد 3 أسعار لصرف الدولار، إضافة إلى رفع الرسوم والضرائب مع غياب لأي تعديل للأجور. والآن ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من بيروت منير يونس، مسؤول تحرير الملحق الاقتصادي في جريدة نداء الوطن. أهلا بك سيد يونس. بداية، يعني الآن مناقشة الموازنة لو تحدثنا عنها، هناك كلام بأنه لا يهم توافق الأطراف السياسية على هذه الموازنة لأنها لا تملك رؤية يعني اقتصادية، على غرار ربما موازنات أخرى، ولكن هذه المرة يعني الموضوع أصعب كثير، ولا يعني تشمل أي من اقتراحات صندوق النقد الدولي لإصلاحات أو ترشيد الإنفاق وغيره. سيد يونس تسمعني؟ نعم. طبعا اليوم كان هناك نقاش للموازنة، المشكلة تبقى في أن يعني أسعار صرف الدولار تصعد يوميا، وبالتالي هذه الموازنة تفقد معناها لأنها بالليرة اللبنانية. يعني لنفترض أن موازنة ما قبل الأزمة كانت تقر ب 17 مليار دولار، حاليا بالكاد ميزانية لبنان بالكامل هي 1 مليار دولار، يعني 1 مليار من الدولارات. يعني تخيلي بلد كلبنان يعيش بموازنة 1 مليار دولار فقط، وهي أقل من ذلك غدا، لأن أسعار صرف الدولار يعني ترتفع يوميا. هناك معضلة، الانحدار مستمر والانهيار يعني يأتي على ما تبقى من هذه الدولة.
هل هناك يعني أي إجراءات تعتقد أنها ربما قد تكون لاحقة مفروضة من صندوق النقد أو من غيرها لوضع حد لهذا التلاعب في المنصات أو الأسواق الموازية للسوق الرسمي فيما يتعلق بالدولار، خصوصا مع وصول يعني الدولار قيمته بالعملة اللبنانية إلى 38,000 يعني في نسبة أو معدل غير مسبوقة تقريبا؟ نعم، لنعلم جيدا أن صعود صرف الدولار في لبنان يعود إلى شح الدولار، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي يرمي إلى الحصول على 3 مليارات من الصندوق، ثم إلى على مليارات أخرى من الدول المانحة والمقرضة. فطالما ليس هناك أي اتفاق حتى الآن أو ليس هناك أي إصلاحات يرضى بها صندوق النقد، فبالتالي شح الدولار سيؤدي دائما إلى ارتفاع سعر صرفه. المشكلة تكمن في أن هذه المنظومة الحاكمة لا تسرع الإصلاحات. هناك جملة يعني 4-5 إصلاحات مطلوبة من صندوق النقد لم يقر منها شيء حتى الآن، أقر فقط تعديل قانون السرية المصرفية، فإذا بصندوق النقد يقول أن هذا غير كافي، واليوم الموازنة تقر بنسبة عجز عالية، وهذا يعني يناقض بعض شروط صندوق النقد. المسألة تكمن أولا وأخيرا في تلكؤ وتقاعس هذه المنظومة على تسريع الإصلاحات للوصول إلى الاتفاق النهائي مع الصندوق للحصول على المليارات المطلوبة للمساعدة في ميزان مدفوعات ساعة إذن. يمكن القول أن سعر صرف الدولار قد يستقر نسبيا، قبل ذلك سنشهد يوميا ارتفاعات لسعر الصرف. أشكرك جزيلا من بيروت سيد منير يونس، مسؤول تحرير الملحق الاقتصادي في جريدة نداء الوطن، كنت معنا عبر خدمة سكايب.